أهلا بكم. تساؤلات عدة فجرتها المحاولة الثانية لاغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في غضون شهرين، لكن التساؤل الأبرز المطروح حاليا داخل الولايات المتحدة بشأن فاعلية الإجراءات التي يتخذها جهاز الخدمة السرية والمكلف بحماية الرؤساء الحاليين أو السابقين. المحاولة الأولى التي وقعت في منتصف يوليو الماضي خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا أثارت غضبا إزاء تعامل جهاز الخدمة السرية مع الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتيل وإصابة ترامب. حينها قال عملاء سابقون في الجهاز الأمني إن المرشح الجمهوري يحتاج إلى أقصى قدر من الحماية مقارنة بالرؤساء السابقين الآخرين كونه يترشح للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية. أما المشرعون في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي فأشادوا وقتها بتصرف أفراد الخدمة السرية، لكنهم أخضعوا قيادة الجهاز لاستجواب مكثف حول قدرة المشتبه به على وضع نفسه في موقع قريب من الرئيس السابق، وهو ما دفع مديرة الخدمة السرية إلى الاعتراف بالتقصير وتحمل الثغرات الأمنية والتي أدت إلى وقوع الحادث قبل أن تقدم استقالتها لاحقاً. لكن ذلك التحقيق وما تبعه من تداعيات وصولا إلى وقوع حادثة ثانية جاءت هذه المرة في ملعب الجولف الخاص بترامب في فلوريدا، عوامل اجتمعت لتسلط الضوء أكثر على أسباب تلك الثغرات الأمنية والتي تأرجحت بين سوء الإدارة داخل وزارة الأمن الداخلية التي تشرف على الخدمة السرية وقضايا ميزانية الجهاز ومعنويات وتركيز أفراده والحاجة إلى المزيد من الموارد. فهل بات جهاز الخدمة السرية الأمريكي جانيا أم مجنيا عليه؟ Donald Trump was just found guilty of fraud. Everything Kamala Harris touches turns bad. The United States re-elect Donald Trump because when he was there, we didn't have any problems. Russia wouldn't have happened with Ukraine. As president, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies. People are coming into our country. We have no idea who they are, where they come from. We can live up to our proud heritage as a nation of immigrants. We're going to win back the White House. I know where the United States belongs. Do we believe in freedom? We will make America powerful. Do we believe in opportunity? We will make America wealthy. We will make America strong. And when we fight, we win. And we will make America great again. لا تزال أصداء المحاولة الثانية لاغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لا تزال تتردد، خاصة مع توجيه تهمتين إلى راين ويسلي روث المشتبه به في الحادث. التهمتان اللتان وجهتا إلى روث حتى الآن هما حيازة سلاح بشكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أعلن أن حادث إطلاق النار في ملعب ترامب للغولف يبدو أنه محاولة اغتيال للمرشح الجمهوري. وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن راين يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود، وسبق له أن دخل في عشرات المصادمات مع الشرطة يعود بعضها إلى فترة التسعينيات. في السياق ذاته نسب قادة حملة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الفضل لجهاز الخدمة السرية في الحفاظ على سلامة الرئيس السابق بعد محاولة اغتياله في فلوريدا. ومستشاران لحملة ترامب كتب في رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى موظفي جهاز الخدمة السرية إن المرشح الجمهوري وكل من يرافقه ممتنون بفضل العمل الرائع لجهاز الخدمة السرية، لكنهما طلبا من أولئك الذين تلقون الرسالة البقاء يقظين ومتأهبين وكذلك الحفاظ على مستوى ثابت من الوعي الظرفي، طلب يتوافق إلى حد بعيد مع تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن جهاز الخدمة السرية يحتاج إلى المزيد من المساعدة، داعيا الكونغرس إلى تلبية احتياجات أفراد الجهاز. President's okay. I think we got a full report so far. We're down there tonight. But one thing I want to make clear,
The service needs more help. And I think the Congress should respond to their needs if they, in fact, need more services. So that's what we're going to be talking about. Are you concerned they need more money? They need more personnel? They need more money? What kind of help do you think? I think we need some more personnel. I think they may need, they may be deciding whether they need more personnel or not. Are you concerned about the من واشنطن انضم الي الزميل رامي جبر مراسل القاهره الاخباريه من هناك. اهلا بك رامي. لا شك ان المحاوله الثانيه لترامب لا زال صداها يتردد في اروقه الساسه والشارع الامريكي. بدايه على مستوى التصريحات، كيف بدت ردات الفعل السياسيه تجاه المحاوله الثانيه؟ مرحبا همام. يعني دعنا نبدأ من ردة الفعل من الرئيس الأمريكي جو بايدن. الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه ربما يعني تصريحان مهمان في هذا الصدد، عندما التقى ببعض الصحفيين عرضا أثناء توجهه لركوب الطائرة اليوم، قال لهم أنه يحمد الله أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب بخير، وقال لهم أنه جهاز الخدمة السرية يحتاج إلى المساعدة. وعندما سألوه عن نوع هذه المساعدة، قال إن على الكونغرس أن يلبي الطلبات التي يطلبها جهاز الخدمة السرية، ومن بينها الأموال اللازمة وكذلك تعيين المزيد من الأفراد في جهاز الخدمة السرية. وفي أحد الملتقيات الخاصة بالتعليم، وعلى هامش هذا الملتقى كان يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ قليل، وقال إن جهاز الخدمة السرية يدرس الآن إمكانية زيادة إجراءات الأمن حول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد محاولتي اغتيال، وأنه يدرس زيادة عدد الأفراد وزيادة الإجراءات الأمنية حفاظا على أمنه وسلامته. ترامب من ناحيته شكر جهاز الخدمة السرية وقال إنهم فعلوا يعني قاموا بمهمة جيدة، لكنه في نفس الوقت انتقد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، وقال إن هذا الخطاب هو السبب في مثل عمليات الاغتيال هذه، وإنهم يتبنون خطابا يصوره على أنه شخص سيء ودعاية سلبية، مما يؤدي إلى أن بعض الأفراد قد يقومون بمثل هذه الأفعال التي شاهدناها بالأمس في منطقة بالم بيتش. جهاز الخدمة السرية ورغم توجيه الشكر له من جانب سواء من جانب ترامب أو من جانب بايدن وهاريس، ولكن بعض النواب الجمهوريين يعني لم يصمتوا عن جهاز الخدمة السرية وانتقدوه بشدة. أحد النواب قال إن جهاز الخدمة السرية جهاز غير احترافي وغير مهني، بينما ذهب آخر إلى أنه يجب إقالة من كان مسؤولا من جهاز الخدمة السرية عن تأمين الرئيس السابق دونالد ترامب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا. وذهب آخرون مثل لينسي جراهام على سبيل المثال، السيناتور الجمهوري المعروف، قال إن جهاز الخدمة السرية يعاني من مشكلات وأنه يجب نقل تبعيته من وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة الخزانة مثلما كان في السابق. لا أعلم ما الذي يعني سيحدث فارقا في ذلك، ولكن يبدو أنها مسألة تتعلق بالتمويل، وأن الجهاز كان يحظى بتمويل أفضل عندما كان تابعا لوزارة الخزانة، أما الآن فهو تابع لوزارة الأمن الداخلي، وربما هذا سبب محدودية موارد هذه الوزارة مما يؤثر على تمويل جهاز الخدمة السرية وبالتالي يؤثر على أدائه. طيب رامي، فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، إجراءات المحاكمة لذلك المتهم الذي أعلن عنه من قبل السلطات الأمريكية، هل بدأت بالفعل هذه الإجراءات؟ صحيح أنه لربما تم النظر في أمره اليوم أمام إحدى المحاكم في فلوريدا، لكن ما آخر التحديثات المتعلقة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالمتهم؟ هذه المحكمة كانت لتوجيه الاتهامات، وحتى الآن لم توجه لمرتكب هذا الحادث سوى تهمتين فقط. تهمة حيازة السلاح بشكل غير قانوني، نظرا لأنه حاز سلاحا وهو مجرم في جنحة قبل ذلك. في الحقيقة ليس جنحة واحدة، يعني عدة جنح، وهذا مخالف للقانون الأمريكي. من حق المواطن رامي أعتذر لك، شكرا جزيلا حتى هذه اللحظة. رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن. نبقى في الولايات المتحدة، لكن هذه المرة مباشرة إلى فلوريدا، حيث تعقد السلطات مؤتمرا صحفيا بشأن محاولة ثانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. نتابع.
راد ليكون على المستوى من الأمن الذي يحتاجه بالحصول على جميع الموارد اللازمة. قلت هذا مسبقا وأيضا سأدعكم تتحدثون إلى المدعي العام. مساء الخير جميعا. شكرا لانضمامكم اليوم. أنا اسمي ماركيز وأنا والمدعي العام لهذه المنطقة. أود أن أبدأ بالتعبير عن امتناني لأن أشارك معكم هذه المعلومات ولاستضافة مؤتمر اليوم ولهذه المساعدة التي حصل عليها من هذه الإدارة في هذا السياق. أنا ممتن للغاية لهذه الدهور أدوار. أود أيضا أن يتم مشاركتي مع شريكي من المباحث الفيدرالية وأيضا من الإدارات المختلفة. ينضم إلينا للتعليق أيضا وللإعلان جيفري بي من المباحث الفيدرالية وأيضا من يعمل بشكل إداري داخل الخدمة السرية. أود أيضا أن أشكر الرجال والنساء في تنفيذ القانون الذين كانوا يعملون على مدار الساعة للنظر في المرحلة الأولى لهذا التحقيق وأيضا السلطات المحلية الذين قد عملوا في هذا التحقيق وساعدوا للتأكد من أن هذه الإدعاءات الجنائية موجودة. الآن سنسمع ما وجدوا بشأن راين روسلي راين روس من عمر 85 عاماً الذي كان يحاول أن يوجه السلاح ضد ترامب في ملعب الجولف الخاص به. وأيضاً فيما يتعلق بأنه كان لديه هذا السلاح بهذا الرقم التسلسلي كان هذا ظهر اليوم أمام القاضي في المباحث. وفقا لهذه الادعاءات التي قد جاءت فإن الخدمة السرية وعملائها الذين قد عملوا في ملعب الغولف رأوا هذه البندقية على خط الشجيرات ومن ثم حين شاهد هذا الشخص كان يهرب من هذا الخط الأشجار ومن ثم حدثت هذه المطاردة في تنسيق مع المكتب وفي هذه المنطقة التي وجدت به هذه البندقية حيث كان هناك كاميرا وأيضا حقيبة وأيضا بعض الأطعمة قد وجدت وأيضا وفقا لهذه التهمة كان هناك تهمة أخرى في كورونا الشمالية في مارس وفي ديسمبر وأيضا قد تهم بحيازة هذه الأسلحة. إن المباحث الفيدرالية تقود هذه التحقيقات الجارية وبينما المدعي العام قد كما صرح مسبقا أن المباحث الفيدرالية تستمر في هذه التحقيقات حول هذه الحادثة كمحاولة اغتيال ضد الرئيس السابق. إن التحقيقات لازالت في نتائجها الأولية وإن كل من في وزارة العدل من بينهم المدعي العام الأمريكي وأيضا الإدارة الخاصة الإدارة الخاصة بالخدمة السرية جميعهم يعملون عن كثب يحاولون أن يظهروا أقصى درجات التعاون مع جميع المسلمين هنا مكتب المباحث بالإضافة إلى وزارة العدل جميعهم يعملون لإيجاد هذه المساعدات والحديث مع جميع الوحدات المحلية. أود أن أشكرهم جميعا وأيضا أود أن أشكر الخدمة السرية على هذه المساعدات البالغة التي قد وفروها لنا. أود أيضا أن أشكر جميع ممثلي المكاتب وتعاون السلطات المحلية معنا. هذا سيكون مستحيلا أن ننجز أي شيء دون هذه المساعدات التي قد وفرت لنا. أود شخصيا أن أعبر عن امتناني
عن مسؤولي مكاتب فلوريدا وعن وزارة العدل وعن مسؤولين الخدمة الوطنية على لجهودهم على مدى 24 أو 36 ساعة القادمة الذين عملوا بجد للتأكد من المساءلة القانونية ولسريان العدالة. أود أيضا أن أدعو العميل الخاص جيفر من الخدمة السرية ليبدأ الحديث إلى المنصة بشأن ما وجده لأجل أن يبدو ملاحظاته قبل أن نفتح المجال لمزيد من الأسئلة. وأود أن أتحدث بهذا الأمر أمام وأود أن أعلن بأن التحقيقات لا زالت جارية. مساء الخير عليكم جميعا. فقط لقدم سريعة اسمي جيفري وأنا عميل خاص في الخدمة في البحث الفدرالية. لقد جئنا سريعا إلى ما حدث في هذا الملعب الغولف وبدأنا في تحقيق بشأن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. نتعامل مع الأمر بجدية بالغة وأننا عازمون على توفير الإجابات لما حدث. أود أن أؤكد أننا نعمل على مدار 24 ساعة في هذه التحقيقات حتى نوفر أقصى قدر من الدلائل العلنية بينما تستمر هذه التحقيقات. لابد أيضا أن أؤكد أن الولايات المتحدة المدعي العام بها يسعى في كشف عن مزيد من التفاصيل حتى نستطيع طرحها بشكل علني. بالأمس تم الإفراج عن لم يتم إلى أن الإفراج عنه. إن عملاء الـ FBI الذين كانوا يحققون معهم على مدار 24 ساعة السابقة المباحث الفيدرالية وشركائنا كانوا يقومون بتحقيق هذه الحادثة ويحاولون التعامل مع كل الواردات الموجودة. هناك فريق كامل يعمل على التحقيق من مكتب المدعي العام الأمريكي في فلوريدا وأيضا بالإضافة إلى الأقسام من الأمن القومي يعملون سويا لمحاولة البحث عن كل تفاصيل هذه القضية. أيضا بشأن هذه الدلائل التي تشمل فيديو وأيضا سيارة ورقم تسلسلي وغيرها من الأجهزة التي وجدت في هذه السياق. أننا نقوم بالتنسيق مع مكتب الخدمة السرية الأمريكية لأجل مزيد من المقابلات مع العملاء الذين كانوا هناك. وأيضا قمنا بتحقيق مع 7 من شهود العين الذين كانوا موجودون هناك. إن المباحث الفيدرالية تعمل عن كشف مع كل المكاتب بالإضافة إلى هؤلاء 7 ومع 7 آخرين من أصدقاء المشتبه به. وأيضا تم العمل مع جميع المقرات والأقسام المعنية لأجل أن يكون هناك رد فعل. إنهم يعملون بشأن كل الدلائل والوحدات الموجودة وبهذا هذا السلاح من هذا العيار 7.5/10 والذي يبدو على أنه من نوع خاص. أيضا تم أخذ العينات بخصوص DNA لأجل أن تحظى باختبار مماثل. وأيضا نقوم بالعمل على مزيد من المعلومات بشأن السيارة. مزيد من التحليل سوف يحدث بشأن الأماكن التي كانت فيها الهواتف الخلوية الخاصة بالمشتبه به قبل وفي أثناء الحادث الذي حدث في 15 سبتمبر. وأيضا سنستمر في إصدار مزيد من التحليلات وسوف ندرك هذه الموارد التي قد وجدت. مزيد من البيانات تظهر أن هذا الشخص كان في بالقرب من ملعب الغولف 12 ساعة قبل أن يكون هناك رئيس ترامب. وأيضا نحن نعمل على إصدار والنظر في كل الفيديوهات الموجودة. كان المشتبه به
لديه حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما ننظر إلى ما كان ينشره مسبقا، بالإضافة إلى بعض التقارير الإعلامية وبعض التصريحات التي أقر بها التي كانت تتعلق بشأن محاربين أفغان، وأنه يرغب بمزيد من الجنود يعملوا في محاربة في أوكرانيا. وأيضا ننظر في جميع حساباتي على موقع التواصل الاجتماعي، نحن لازلنا ننتظر مزيدا من الردود من شركات مختلفة، وفريق التحقيقات يتخذ الإجراءات اللازمة، ونحن نتوقع أن نستمر في هذا الكشف حول معلومات بشأن حسابات التواصل الاجتماعي الأخرى بخصوص الخلفية الخاصة بهذا الشخص. كان هناك تهم مسبقة بشأن حيازة الأسلحة في نورث كارولينا، وأيضا في 2010 كان لديه عدة تهم لأسباب مختلفة مثل سرقة بعض البضائع. يمكنني أيضا أن أشارك معكم أن كان هناك شيء قد حدث في 2019، حيث أن الباحث الفيدرالي قد وجدته مذنبا بشأن إطلاق بعض النيران، وأيضا قاموا بعمل تحقيقات معه ولم يتم التأكد. أكرر، لم يتم التأكد المعلومات الأولية بشأن هذا السياق، فإن المباحث الفيدرالية قد أعطت هذه المعلومات إلى قوات تنفيذ القانون. ونيابة عن المباحث الفيدرالية، أود أن أشكر كرهم على هذا الجهد الكبير الذي بذلوه فيما يخص مشاركة هذه المعلومات. أود أيضا أن أشكر الخدمة السرية للولايات المتحدة والمكتب المدعي العام في فلوريدا، وأيضا وزارة العدالة وقسم الأمن القومي، وأيضا فيما يخص قسم مكافحة الكحول الذين كانوا يقومون بمزيد من الجهود. لقد كانت شراكتنا معهم قيمة للغاية. وأيضا في أغلب الأوقات فيما يخص قوات تنفيذ القانون نطالب من المواطنين أن يساعدونا. بالأمس كان هناك شهود عيان قد وفروا لنا مساعدة بالغة. نحن نقدر هذه المجهودات من قبل الشعب والمواطنين الذين قد وفروا هذه المعلومات إلى المباحث الفيدرالية. إذا كان لديكم أي معلومات من فضلكم اطلبوا قم بالاتصال إلى المباحث الفيدرالية، أو اذهبوا إلى موقعنا الإلكتروني. ودعوني الآن نتحول إلى المدير العام للخدمة السرية. بالأمس كان ذكرت هذه البلاد بأحد إذن نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي الذي تعقده السلطات القضائية في ولاية فلوريدا بشأن المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. إذن قال المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا السيد ماركينزي لابوانت، قال أن هناك تهم وجهت إلى هذا المتهم، وكانت هناك تهم سابقة وجهت إليه في شهري مارس وديسمبر الماضيين. قال أيضا أنه وجهت إليه تهمة حيازة أسلحة، وينظر إلى ما تم اكتشافه بالأمس على أنها تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق. بينما قال العميل الخاص من مكتب التحقيقات الفيدرالية السيد جيفري فيلتري، وهو عميل خاص في ميامي، قال أنه يتعامل أو أن مكتب التحقيقات الفيدرالية تتعامل مع الأمر بجدية بالغة. وقال أن فريق كامل من مكتب التحقيقات الفيدرالية لا يزال يعمل على الحادثة، وتم تتبع الهواتف الخلوية المرصودة مع المتهم، وأن الشخص كان في ملعب الجولف قبل 12 ساعة من اكتشاف موقعه من قبل أفراد الخدمة السرية. وقال أن مكتب التحقيقات الفيدرالية لا زال ينظر في كل سلوكيات وأفعال المتهم السابقة، خصوصا ما يتعلق بانضمامه إلى الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن المتهم له تهم سابقة جنائية متعلقة بحيازة أسلحة وإطلاق نار وسرقة بضائع، لكنها تبقى معلومات أولية. Trump was fired by 81 million people.
Okay, would you do that? Are you okay? You need Trump back as president. Come on. صدمة كبيرة إذن في الأوساط السياسية والشعبية داخل الولايات المتحدة أحدثتها ثاني محاولات اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في مكان يفترض أن يكون آمنا وبعيدا عن الأضواء الانتخابية المباشرة، لكن تداعيات تلك الصدمة تجاوزت الحادث وتفاصيله الأمنية لتثير مخاوف الأمريكيين بشأن انعكاسات حالة الاستقطاب الحاد وأن يكون العنف نهجا حاضرا في ساحات التنافس السياسي. لا يحتاج السباق الرئاسي الأمريكي إلى ما يزيده اشتعالاً، فالطريق إلى البيت الأبيض يمهده المرشحان الرئيسيان بالاستراتيجيات الهجومية والسياسات العدائية التي ارتقت في أحيان إلى خطاب يبحث بالانقسام والكراهية والعنف. محاولة اغتيال ثانية في غضون شهرين يتعرض لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، هذه المرة داخل ملعب الجولف الخاص به في ولاية فلوريدا، لكنها كانت أقل خطورة من سابقتها في بنسلفانيا، غير أنها تعكس أيضاً تصاعداً ملحوظاً لحالة التوتر التي تغلف المشهدين السياسي والمجتمعي على وقع استحقاق نوفمبر المقبل. حادث فلوريدا سلط الضوء أكثر على مدى الاستقطاب الحاد في الولايات المتحدة، فالرئيس السابق يمثل شريحة كبيرة من الأمريكيين، لكنه أيضاً عدو لدود لقطاعات أخرى من المجتمع، ما يجعل من العنف السياسي تهديداً حقيقياً وقائماً. ترامب سارع بانتهاز الفرصة لتعزيز صورته كقائد قوي يواجه التحديات، فيما جددت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس رفضها نهج الاغتيالات السياسية وتمسكها بالحوار السلمي، ما قد يؤشر إلى أن ذلك الحادث سيتحول إلى ورقة استقطاب جديدة فيما تبقى من الماراثون الانتخابي. المخاوف من انعكاسات ذلك الحادث على الداخل الأمريكي لا تتوقف عند حدود انتخابات 2024، فالتحذيرات الآن من أن يتحول العنف إلى سمة مألوفة ومصاحبة لأي تنافس انتخابي أو صراع سياسي، فهل لا يزال بالإمكان كبح جماح ذلك الاستقطاب الحاد؟ إذن نفتح هذا النقاش حول ذلك الملف. ينضم إلي من واشنطن السيدة لوري واتكنز مستشارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، وأيضا من واشنطن ينضم إلي السيد ليف لارسون عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، وينضم إلي من فيرجينيا السيد نورمان رول مسؤول استخباراتي أمريكي سابق ومستشار مشروع مكافحة التطرف. أهلا بكم جميعا في هذه الساعة على القاهرة الإخبارية. دعوني أبدأ مع السيد نورمان رول وهو مسؤول استخباراتي سابق في الولايات المتحدة. بداية لعلك استمعت إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطات القضائية والأمنية في فلوريدا، هل يمكن استنباط أي معلومة جديدة ذكرت في ذلك المؤتمر؟ مساء الخير عليك وأيضا على ضيوفك وعلى السادة المشاهدين. إن هذه المعلومات التي جاءت من المؤتمر الصحفي كما تخبرنا إن هذا التحقيق يتم التعامل معه باحترافية كبيرة، وأنه يوجد مزيد من الأدلة التي بدأت تظهر بشأن هذا الادعاء، وأيضا يظهر أن هذا الفرد كان لديه بعض الرؤى غير متوازنة حول بعض القضايا، وأن التحقيق سوف يستمر في إزهار، وأيضا سيظهر مزيد من التفاصيل حول توقيت هذه الأفعال قبل حتى محاولة الاغتيال. طيب أذهب إلى واشنطن سيدة واتكنز، قد تكون هذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة أن يتعرض مرشح رئاسي أمريكي إلى حادثتين لإطلاق نار خلال شهرين فقط، لا أدري إذا كانت ذلك تلك سابقة أم لا، لكن على أي حال هل تتحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية سلامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟
يجب أن يصلح لي أحد السادة إذا كنت مخطئة. أعتقد أن الرئيس السابق نيكسون قد تعرض لمحاولة اغتيال لمرتين، لذلك هذه ليست المرة الأولى، ولكن هذا لا يعني أن هذا لائقا، ولابد أن يكون الخطاب السياسي فيه نوعا من التوازن في بلادنا. فهذا الأسبوع قد شاهدنا هذا الأمر، فإن نفس الحملة الانتخابية قد تتعرض لهذا الهجوم، ويكون هناك هذه الآراء التي لا تتوافق مع ترامب، فإنهم يستمرون في التعبير عن نفسهم بشكل عنيف. وأنا سعيدة أن هذا الشخص قد ألقي القبض عليه من قبل الخدمة السرية، التي يبدو أنها تتعامل باحترافية مع هذا الوضع بالنظر إلى محيط هذه الحادثة. ولكن نحن نتطلع إلى مزيد من الفعاليات والانتخابات، فسلذا هناك ولاية في الولايات المتحدة حيث سيكون هناك أمور مخيفة أنا شخصيا أخاف أن أواجهها في هذه الولاية. دعونا نتذكر هذه المعارك الانتخابية وفي هذه الأماكن حيث شهدت هذه الأفعال العنيفة، يجب أن تعمل الحملات مع السلطات المحلية والمباحث الفيدرالية وقوات تنفيذ القانون للتأكد من أن هذه الإجراءات تحدث حول هذه الحشود للتأكد من سلامة جميع المرشحين. طيب سيد لارسن، بصفتك عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، هل ينظر الحزب الجمهوري إلى محاولتي الاغتيال بمعزل عن الحملات الانتخابية والدعائية؟ شكرا لكم على الاستضافة. أود فقط أولا أن أشير إلى كما قالت العضوة في الحزب الديمقراطي أن هذه استخدمت هذا الأمر للحديث عن بعض الكود الذي لابد أن تحدث حول حيازة الأسلحة، كما شارك العديد من الأشخاص من القوات تنفيذ القانون أن أولئك الذين لديهم أسلحة وهم لديهم مشاكل عقلية ما، كما حدث بالأمس حين كان الرقم التسلسلي لهذا السلاح غير موجودا. هذا ليس له علاقة كله بالشأن حيازة الأسلحة، ولكن الأمر له علاقة أيضا بأمور أخرى مثل خطاب التي يحدث في الحملات الانتخابية. وأعتقد أن هاريس قد كانت صريحة، فأنا قد أخبرت الناخبين الأمريكيين أن ترامب هو متشدد وأنه خطر بالغ على الديمقراطية الأمريكية. فحين تقول أمورا كهذه، فبالطبع هذا سيؤدي إلى بعض الأشخاص ليس لديهم القوة العقلية أو مشاكل عقلية ذهنية واضحة، سوف يذهبون ويفعلون ما يرون على أنه واجب عليهم، أي وهو محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب. أنا لا أقول هنا أن ترامب، حملة ترامب أيضا لم تستخدم هذا الخطاب السياسي بحديثها ضد المهاجرين كمجرمين وأشخاص لا يجب أن يتواجدوا داخل الولايات المتحدة، ولكني أظن أن ما قد أظهره كلا الجانبين أنهم يستخدمون هذا الخطاب السياسي الذي يدفعنا جميعا إلى أننا فريقين منفصلين، أو أن يكون هناك ذريعة ما لقتل أحدهم. مسألة الخطاب السياسي يعني مسألة لافتة في الحملتين الانتخابيتين الأمريكيتين، سواء من ترامب أو حتى من الحزب الديمقراطي، ولربما أيضا السيدة واتكنز تحدثت أيضا عن أن الخطاب السياسي الأمريكي لابد أن يكون متوازن، وسأعود إليها لاحقا لأسألها عن هذه ربما الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الحالي جو بايدن بشأن الاتهامات أو بشأن ما قاله تجاه المرشح الرئاسي الجمهوري. لكن الآن أذهب إلى السيد نورمان، ربما الحديث عن جهاز الخدمة السرية هو حديث متواتر وحديث كثير في الشهرين الأخيرين، إلى أي مدى يتحمل جهاز الخدمة السرية مسؤولية حماية الرؤساء السابقين؟
حسناً، الخدمات السرية بالطبع مسؤولة وقد قامت بزيادة حمايتها للرئيس السابق ترامب، ولقد رأينا فائدة هذا بالأمس على سبيل المثال في ملعب الغولف حين كان الرئيس ترامب يقوم بلعب مباراة الغولف، كانت الخدمة السرية موجودة هناك تتحرك في كل مكان. هذا مكان لم يكن من السهل لمكتب الخدمة السرية أن يعمل هناك لأن يكون هناك أفراد. هذا أيضا يظهر كم ستكون التهديدات أكثر في أماكن تكثر فيها الحشود، وأيضا يظهر أهمية أن تتوفر هذه الخدمة في الحملات الانتخابية القادمة أو الفعاليات الانتخابية القادمة. سيكون هذا تحديا كبيرا لحماية أشخاص في المستقبل. يجب أيضا أن أقول أن لازال هناك تقرير أن الإيرانيين قد تسببوا في تهديد حياة الرئيس ترامب. هذا التقرير لم يتم نشره بعد، وأن إيران تحاول استخدام هذه الأسلحة، مما يعني أن هذه محاولات الاغتيال ليس فقط تهديد ضد الرئيس ترامب، ولكنها أيضا ضد أفراد الذين يحاولون إدارة حملتها أيضا. هذا بالطبع لمشكلة أمنية كبيرة بالنسبة للخدمة السرية وأيضا للمسؤولين المحليين في الفترة القادمة. هذه التقارير لم تكن بشكل رسمي التي ذكرتها مسؤولية إيران عن هذه التهديدات، لكن على أي حال على الأقل وثابت أن هناك محاولتين لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. الحديث الآن ربما سيد رول عن الملاءة المالية لجهاز الخدمة السرية، هل تعتقد أن الملاءة المالية المخصصة من الكونغرس لهذا الجهاز كافية لحماية الرؤساء السابقين؟ ليس لدينا معلومات أن الخدمة السرية يعانون بشأن هذه المشاكل المالية، فإن احترافية الخدمة السرية تندرج تحت بعض الأسئلة. يجب أيضا أن أنوه أني قد عملت مع الخدمة السرية بشكل مكرر على مدار الأعوام السابقة، وأنا كنت منبهر بمدى احترافيتهم وقيامهم بهذه المهام، وأيضا هذه التدريبات المستمرة التي يجروها بشكل دوري. وأنا أعتقد أن هذا لازال هناك مجال للإصلاحات وكيف يمكن أن توجه هذه الأموال في فترة الحملة الانتخابية. طيب، سؤال القادم للسيدة واتكنز، لكن قبلا دعونا نستمع إلى كلمة الرئيس السابق أو الرئيس الحالي عفوا جو بايدن في هجومه الذي وصف بأنه حاد، والذي وصف أيضا بأنه يحمل قدرا من الكراهية للرئيس السابق دونالد ترامب. نستمع. Old ghosts, new garments, trying to seize your power, and extremists coming for your freedoms. Make it harder to vote and have your vote counted. Closing doors of opportunity, attacking affirmative action and the values of diversity, equity, and inclusion. Banning books, erasing history. My predecessor calls the insurrectionists who stormed the Capitol on January 6th patriots. When peaceful protesters marched for justice for George Floyd, Trump wanted to send in the military, but they wouldn't go. He says immigrants, black and brown immigrants, poison the blood of our country. Right now, his running mate is attacking Haitian Americans in Ohio. It's wrong. It's got to stop. Any president should reject hate in America and incite, not incite it. They're old ghosts in new garments trying to seize your power, and extremists coming for your freedoms. Make it harder to your vote and have your vote counted. Closing doors of opportunity, attacking affirmative action and the values of diversity, equity and inclusion, banning books, erasing history. My predecessor calls the insurrectionists who stormed the Capitol on January 6th patriots. When peaceful protesters marched for justice for George Floyd, Trump wanted to send in the military, but they wouldn't go. He says immigrants, black and brown immigrants, poison the blood of our country. Right now, his running mate is attacking Haitian Americans in Ohio.
It's wrong. It's got to stop. Any president should reject hate in America and incite, not incite it. طيب استمعنا على هذه الكلمة لمرتين لأسباب فنية. سؤال الآن إلى السيدة واتكنز. سيدة واتكنز بالتأكيد أن استمعت سابقا إلى هذه الكلمات من الرئيس الحالي جو بايدن حول ترامب، بينما ترامب نظر إليها على أنها تحمل قدرا لا بأس به من الكراهية والعنف. لأي مدى أنت ربما تقيمين هذه الكلمات على أنها تحمل كراهية وعنفا للحزب المضاد؟ لقد سمعته مرتين وأتفهم أن كان لديكم بعض المشاكل التقنية، ولكني سمعته مرتين. لا يوجد أي شيء مما سمعته ولا حتى لمرة واحدة حيث أنه حرض على العنف أو أي قال أي شيء فيه تهديدات أو قال أي شيء يمكن أن يكون أو يحدث أي نوع من العنف ضد الرئيس السابق ترامب. هذا ما يحاول الإعلام الترويج له، لأنه يحاول أن يتلاعب مع الإعلام الجيد. ليس فقط أنتم، لكن حينما تعيد ذكر كلمة ترامب أكثر من مرة، هذه ليست أكاذيب، إنهم لا يكذبون بشأن ما قاله. إذا لم تعجب مما قاله، هذه الاقتباسات التي قد قالها، لذلك ربما يجب أن تتعامل مع ترامب نفسه. هناك في أمريكا الاختيارات واضحة، لا تصوتوا له، إنما صوتوا لهاريس. هذه كانت الاقتباسات الواضحة من قبل ترامب، وقد قال عاد أيضا فانس هذه الأمور، وكان يستمر في خلق هذه القصص ليفوز بتصويت الناخبين الأمريكيين. إنه يستمر بتكرير هذه الادعاءات ضد نائبة الرئيس هاريس وهذه الادعاءات العنصرية، وأنه ويقول أنها كانت من أصول هندية، ويستمر في طرح هذه الأمور العنيفة. لم أسمع أي شيء سيء فيما قاله الرئيس بايدن. لم يحاول أن يخلق أي نوع من التهديد أو يحرض على أي من العنف أو حتى يدفع الناس للقيام بأي شيء عنيف ضد الرئيس السابق ترامب، ولكن يمكنك أن تسمع هذه الاقتباسات العنيفة في كل جملة يقولها الرئيس السابق ترامب، في كل جملة يكررها في أمام حشوده الانتخابية. سيد لارسن، يبدو أن حديث السيدة واتكنز أنت ترفض قدر كبير منه، لكن هي تقول بشكل واضح أن هذا الخطاب هو في النهاية خطاب سياسي لا يحمل أي كراهية ولا أي عنف. هل تعتقد أن الرئيس ترامب يقصد أو يبتغي أن يخلط بين ما هو سياسي وما هو قانوني؟ أعتقد يوجد أمر واحد بالنسبة لترامب ولحملة هاريس ودور مختلف لما تفعله كنائبة رئيس وكان مرشح. إنهم يقولون أن الرئيس السابق حين يهاجم المهاجرين فإنه نوعا ما يحرض على العنف، ولكن حينما يقول الرئيس بايدن أن ترامب يرغب في اغتصاب حقكم في التصويت وأنه يرغب في يقوم بفعل كل هذه الأمور السيئة، يود أن يدمر الديمقراطية، يود أن يكون هتلر الثاني، هذا ما قاله الرئيس بايدن صراحة. بالطبع حين يقول كل هذه الأمور هذا يحرض على العنف. كيف لا يمكنك أن تسمح للشخص ما أن يأخذ حقك في التصويت؟ كيف يمكنك أن تتصالح مع شخص يرغب في أن يمثل هذا التهديد بهذا الشكل؟ هذا أمر يجب معالجته. حين تقول هذه الاقتباسات وهذه التصريحات، وبعدها تقول نرغب في أن نكون مسالمين وندعم الحوار السلمي، هذا نفس ما فعله ترامب في 6 يناير. كان يقول هذه الأمور ومن ثم يردد ما يقوله بشأن ما حدث في 6 يناير، يتحدث مع إدارة بايدن وإدارة هاريس. الذي يمكنك أن تفعل هذه الأمور وتعمل على نفس الاتجاهين بهذا الشكل. طيب سنعود إلى هذا النقاش مرة أخرى، لكن أذهب إلى السيد نورمان رول من فيرجينيا. هل الأجهزة الأمنية الأمريكية سواء الخدمة السرية أو غيرها من الأجهزة الأمنية الأمريكية أصبحت الآن ضحية الاستقطابات السياسية في الولايات المتحدة؟ إن الاستقطاب الموجود داخل الولايات المتحدة يتطور بشكل كبير وهو موجود على كلا الجانبين من الحزبين. يوجد خطاب
حرب متشدد من كلا الجانبين، وبالطبع لا يوجد نقاش في أن هذا الخطاب يؤثر على عدة عناصر متشددة في كلا الحزبين. هذه الرغبة المتزايدة للفوز في الانتخابات القادمة هي غير مسبوقة، وبالطبع إن المؤسسات مثل الخدمات السرية لديها وظيفة صعبة لمراقبة هذا الوضع، إنهم في منع أي محاولات اغتيال القادم أو أي عنف يمكن أن يحدث. هذا يعد أمر صعب لأي منظمة أمنية، والخطاب السياسي يزداد سوءا. نعم، دعونا الآن نشاهد هذا الفيديو الذي نشره موقع مكتب شرطة مقاطعة مارتن في فلوريدا لعملية القبض، عملية مصورة للقبض على المتهم الرئيسي والوحيد في المحاولة الثانية لاغتيال ترامب. نتابع. Driver, take two steps to your right. Take two steps to your right. Driver, walk straight back. Keep walking. I keep that low. Driver, take two steps to your right. Take two steps to your right. Driver, walk straight back. Keep walking. I keep that low. إذن هذا هو الفيديو الأول الذي تنشره الشرطة الأمريكية والمتعلق بعملية القبض وإلقاء القبض على المتهم الرئيسي والوحيد في المحاولة الثانية لاغتيال ترامب. أعود مرة أخرى إلى هذا النقاش سيدة واتكنز، ربما استمعت إلى السيد لارسون الذي يقول أنه لربما يكون هناك ازدواجية في طريقة التعامل مع تصريحات بايدن على خلاف تعامل الديمقراطيين مع تصريحات ترامب، خصوصا على وقع أحداث الكابيتول. سأقول وبشكل واضح للجميع الذين يقومون ويتعاملون مع هذا الأمر بوتيرة يومية، خاصة الصحفيين الذين يتعاملون مع هذا الشخص، أننا جميعا نعلم أن هذا بعيدا تماما عن الحقيقة، ونحن جميعا نعلم أن هذا غير حقيقي. أكثر من هذه المعلومات التي جاءت من الجانب الآخر هي مضللة. لقد كنت في اجتماع الأسبوع الماضي، لا تحاول أن تقنعني بهذا الأمر حتى تطلع على البيانات. أنا متأكد أيضا أن السيد يجب عليه أن يطلع على البيانات وأن ينظر إلى مقالات الاستخبارات، لأن يوجد العديد من المعلومات المضللة الذي يحاول نشرها، يحاول أن يقوم بدعم نظرية المؤامرة. وللأسف لم يتواصل مع هذه البيانات حول ونشر هذه التقارير التي لها علاقة بكوريا الشمالية وإيران وغيرها من الدول. طيب، سأذهب إلى السيد لارسون، لكن قبلا نتابع هذه التغريدة للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الذي قال أن الخطابة والأكاذيب كما تجسدت في التصريحات التي أدلت بها كاميلا هاريس خلال منظرة قناة ABC الأمريكية وجميع الدعاوى القضائية التي وصفها بالسخيفة، مصممة خصيصا لإلحاق الضرر به كخصم سياسي لجو بايدن وكاميلا هاريس. أشار ترامب أيضا إلى أن السياسة في الولايات المتحدة انتقلت إلى مستوى جديد تماما من الكراهية والإساءة وعدم الثقة، وذلك بسبب ما أسماه بالخطاب الشيوعي اليساري للحزب الديمقراطي، محذرا بأن الأمر سيزداد سوءا بسبب السماح لملايين الأشخاص من أماكن غير معروفة بغزو أمريكا والاستيلاء عليها، ما يستوجب إغلاق الحدود، مطالبا بترحيل ما أسماهم الإرهابيين والمجرمين والمختلين عقليا على الفور من المدن والبلدات الأمريكية وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. إذن سيد لارسون، يبدو في هذه التغريدة أيضا أن هناك هجوم من قبل ترامب، وكما تعلم هذا ليس الهجوم الأول لترامب، حتى عندما كان رئيس الولايات المتحدة كان دائما الهجوم على المهاجرين واللاجئين وما إلى ذلك.
هل يستغل ترامب كل ما يتعرض له من هجمات سواء سياسية أو حتى أمنية لغرض واحد وهو العودة مرة أخرى إلى كرسي الرئاسة؟ نعم أنا أظن هذا، وأعتقد أن ضيفتنا الأخرى من الحزب الديمقراطي سوف تتفق معي في هذه النقطة، إن هذا الخطاب ليس جيدا من لكلا الجانبين. نحن يجب أن نهدأ قليلا، ويجب على الرئيس ترامب أيضا أن يعمل على وقف هذه الادعاءات على الملونين أو المهاجرين الذين قد جاءوا إلى هذه البلاد. يجب أن يتراجع هذا الأمر. وأيضا من جانب آخر، أعتقد أنه من العادل على الديمقراطيين أن يقولوا أن الرئيس ترامب سيكون نوعا ما ديكتاتوريا، ولكن أعتقد أنهم يجب أن يتحدثوا حول أن الطريقة الشرعية الوحيدة لإيقافه هي عن طريق التصويت. وهو نفس الأمر حين نقول الجمهوريون أن نائبة الرئيس هاريس نوعا ما ماركسية وأنها سوف تؤدي إلى مزيد من هذا النظام الماركسي، والأمر الوحيد لإيقافها هو التصويت. جميعنا سنتفق حول هذا السياق. هكذا تجري الانتخابات الأمريكية أو أي انتخابات ديمقراطية، هكذا ننجو جميعا أن يتحول الأمر إلى تصويت الناخبين للتعبير عن آرائهم وعن كيف يفكرون. وفي هذا لن يكون لتواجد العنف مكانا. يجب جميعا أن نوقف أي تدخلات أجنبية في انتخاباتنا. هذا الهجوم الذي يزداد على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يؤثر على الجانبين في أقصى اليسار وفي أقصى اليمين من كلا الحزبين، يجب أن نرفض أي شيء يتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي فيه أي نوع من أنواع الإهانة. طيب سريعا فقط سيد لارسن، يبدو أنه خطاب جمهوري معتدل، هل هذا الخطاب سائد في الحزب الجمهوري، في داخل الحزب الجمهوري، في القائمين على حملة ترامب؟ حسنا، أعتقد أن أي جمهوري سيقول أنه ضد سياسات حملة هاريس أو في رئاسة هاريس. لقد لم تقدم أي شيء فيما يتعلق بالاقتصاد أو فيما يتعلق بالهجرة أو أي شيء حتى يقرب إلى موقف المحافظين. أنا جمهورية، كنت أدعم ريغان، ولطالما كنت هذا، وكنت أتحدث منذ البداية حول حيازة الأسلحة، وكنت أدعم هذا السياق وأدعم الرئيس ريغان في هذا الموقف. ولكن يجب جميعا وكل الجمهوريون نؤمن أننا يجب أن نخفض ونهدئ من هذا الخطاب السياسي، وأن نكون ضد أي نوع أو أي دعوة للعنف. طيب سؤالي الأخير ربما للسيد نورمان من فرجينيا. سيد نورمان، من بين المعلومات التي ربما سربت وأعلنت حتى في المؤتمر الصحفي منذ قليل من قبل السلطات الأمريكية في فلوريدا، أن المتهم ربما كان يشارك مع الجيش الأوكراني في حرب أوكرانيا ضد روسيا، إلى أي مدى ذلك يمكن أن يؤثر على مسار التحقيقات أولا، ويمكن أن يعطي دليل لربما يكون هناك توجيه من أحد الجهات الخارجية لاغتيال ترامب بعد ربما إعلان موقفه الواضح بشأن الحرب الروسية الأوكرانية؟ لا يوجد أي دلائل أن هذا الشخص كان لديه علاقات مع أي عوامل خارجية على الأقل إلى الآن. وفقا لتاريخه أظن أنه ليس من الواضح متوقع هذا الأمر. قد أيضا دعم تايوان وأفغانستان، كان لديه بعض الآراء بخصوص القضية الفلسطينية، كان يدعي أنه منخرطا في عدة مجالات مختلفة، وهذا يدعو إلى عدم اتزانه. وأعتقد أن يوجد نوع من الأمر حول المؤامرة. بالطبع العديد من رواد التواصل الاجتماعي سيحاولون ربط هذا الأمر بشأن أوكرانيا. شكرا جزيلا من فرجينيا السيد نورمان رول، مسؤول استخباراتي أمريكي سابق ومستشار مشروع مكافحة التطرف. أيضا من واشنطن السيدة لوري واتكنز، مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ومن واشنطن أيضا كان معنا السيد ليف لارسن، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي. شكرا لكم جميعا على إثراء هذا النقاش.
نهاية هذه الحلقة من الانتخابات الأمريكية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.